السلام عليكم شباب. اليوم عندنا شابتر 3 بارت 2 الكاش فلو دايجرام وخطط الدفق النقدي، وراح ندرس لثلاث حالات: حالة السنجل بيمنت، حالة الانيوال بيمنت، وحالة الجريد بين بيمنت. هذا الجدول راح نتطرق له لاحقا للحالات اللي ما تطرقنا لها. احنا بالمحاضرة السابقة اللي هو شابتر 3 بارت 1 تطرقنا الى حساب الفيوتشر بوجود البريزنت، وحساب البريزنت بوجود الفيوتشر، واللي هاي تمثل حالة السنجل بيمنت. ناقشناها واخذناها بطريقتين، مرة طريقة الفورمولا وطريقة الاخرى طريقة الجداول من خلال حساب الاف بوجود البريزنت فارزة اي ان، او حساب البريزنت بحالة وجود الفيوتشر فارزة اي ان. اما هذه الحالة الثانية فراح نتطرق لها في خلال هذا الشابتر. هذا الجزء هو نفس الجزء اللي طرقنا له بالمحاضرة السابقة، التعريفات اللي يحتاجها بالبارامترات في مخطط التدفق النقدي. عندي ريفينيو، عندي اكسبنسز يسمى الاوبريتنج اكسبنسز، واحتاج هاي البارامترات اللي هي البي بريزنت، الاف فيوتشر، الاي انوتي على حسب الحالة، نوع البيمنت، الجي هي اليونيفورم جريدينت، وممكن يكون الاي هي دانا في كل الاحوال في كل ثلاث حالات من البيمنت. الاي هي عبارة عن كومباوند انترست ريت، والان اما تكون كابيتال لتر او سمول لتر تمثل لي عدد سنوات او عدد البريود. الان بهذا الشابتر راح اناقش او راح نشرح معنى المكافئ الاقتصادي او القيمه المكافئه، نسميه ايكونوميك اكوفالنس، اي ماذا يقابل، بمعنى انه انا كيف احسب قيمه المال وتاثير هالانترست ايرند او الانترست فاليو او الانترست ريت على الاوريجينال سم، على الاوريجينال فاليو. اي بمعنى انا الانترست ريت عندي نسبه على سبيل المثال 10%، ما هو تاثير هذه الانترست ريت على الاوريجينال اللي هو البريزنت فاليو، حتى اقدر احصل على اماونت جديد او مبلغ جديد بعد مرور فتره من الزمن. طبعا هذا احنا نسميه الايكونوميك اكوفالنس، اي المكافئ الاقتصادي. نمثل هذا المكافئ الاقتصادي ممكن نمثله بهذا المخطط اللي هو نفس المخطط السابق اللي تعرفنا عليه بالجزء الاول. الآن مثلاً على سبيل المثال عندي البريزنت فاليو حتى أحسب الفيوتشر بعد مرور فترة من الزمن، فما هو قيمة المال للفي بعد مرور N من السنوات مثلاً حتى أحصل على الإف؟ فبالتأكيد رح أحتاج إلى ما يسمى باسم single payment اللي هو F تساوي P واحد زائد I إلى N. فما هو المكافئ للإف؟ المكافئ للاف في هذه الحاله وراح يكون البي، فاذا معناتها انا اعكس هذه الفورمولا فاقول البي تساوي اف واحدا زائدا اي سالبين ان، وبالتالي اقول انه البي هي مكافئه للاف، اي بمعنى ممكن ان احسبهم من نفس المعادله وحده عكس الاخرى. وممكن ايضا امثله بالمخطط الثاني من هذا بجانب الايمن. الان انا ممكن اقول البريزنت فاليو عندي بعد مرور ان من السنوات فما هي قيمه الفيوتشر، وبالتالي انا اقدر اقول احسبها بانه اذا بدي احسب البي فاقول البي هي عباره عن اف واحد زائد اي الى سالب ان. والتاكيد هنا اقدر استخدم طريقه الجداول في اذا ما بدلت هذا القوس ب واحد زائد اي الى سالب ان بما يسمى باسم الفاكتور، وبهي الحاله راح يكون الفاكتور بي الى اف، يعني اف تعتبر بالنسبه لي بريزنت وفارزه اي فارزه ان، واروح الى الجداول واطلع قيمه هذا الفاكتور. الان نجي ناخذ مثال على المكافئ. انا طبعا هذا مثال كلش بسيط وعادي، ومثل ما تطرقنا له بالشابتر 3 بالجزء الاول، انه انا لو كان ناطيني قيمه البريزنت فاليو وطالب من عندي ما هي الاكويفالنت المكافئ لهذه القيمه بعد مرور 5 سنوات اذا كانت الانترست ريت مقدارها 8%. لاحظ هنا السؤال مجرد يغير المصطلح الى مصطلح اقتصادي، يعني بدل ما يقول قيمه الفيوتشر فاليو فيقول ما هي قيمه المكافئه لقيمه البريزنت، وبالتالي راح اقدر استخدم الفورمولا مباشره اف تساوي بي واحد زائد اي مرفوعه الى ان، واعوض قيمه بي وقيمه اي اللي هي الانترست ريت، وقيمه ان هي 5 سنوات فيطلع لي اف بمقدار 3000. الان المثال رقم 2 راح يعيده بشكل صوره اخرى، فراح يقول ما هي قيمه الانترست التي تجعل المقدارين او المبلغين متكافئين. متكافئين اي مو شرط ان يكونوا متساويين، اي بمعنى متى يساوي الفيوتشر يساوي البريزنت، متى يساوي الفيوتشر يساوي البريزنت. فاذا معناته اكو تاثير المن، ما هو تاثير الانترست ريت، ما هو تأثير الانترست ريت على البريزنت حتى يصبح الفيوتشر مقداره 3000. فهو الآن ده يطلب ما هو مقدار الآي اللي هي الانترست ريت، وبالتالي أنا راح أقدر قدامي حلين، إما أن أفترض أنه هاي الآي بالمحاولة والخطأ فأقول الآي ممكن أن تكون على سبيل المثال 6%، فأطبق الفورمولا اللي أنا أعرفها F تساوي هي على سبيل المثال هي واحدا زائدا I
اي مرفوعه الى ان، فاذا كان مثلا الفتره الزمنيه 5 سنوات اعوض اي مقدارها 5 مثل ما موجود بالمثال هنا، واعوض الاي تساوي 6%، وقيمه البريزنت راح يطلع لي قيمه الفيوتشر، فبالتاكيد هاي القيمه ليست مساويه 3000، فاذا هي ليست مكافئه. احاول محاوله اخرى مثلا اي على سبيل المثال 10%، وايضا اعوض راح تطلع لي 3289، ايضا هذه ليست مكافئه. ارجع احاول مثلا 8%، هي اسمها طريقه المحاوله والخطا، وبالتالي اقدر اوصل الى 3000. اذا اعرف بانه عندما تصبح قيمه اي مقدارها 8%، اذا يصبح هذا المبلغ 3000 مكافئ للبريزنت فاليو عندما تكون اكو انترست مقدارها 8%. او انا بما انه رياضيا اقدر احلها بكل بساطه، انه استخدم الفورمولا اف تساوي بي 1 زائد اي مرفوع الى ان، طبعا هذا هو الحل الانسب انه رياضيا، فاعوض 3000 وهنا 2042 وارفعها الى الرقم 5 اللي هو ان عدد السنوات، وبالتالي اقدر اقسم 3000 على هذا الرقم واقسم هذا الطرف الطرفين على الاس على 5، فراح احصل على هذا المبلغ انه اف على بي مرفوع الى 1 الى 5 مطروح من عنده 1، وبالتالي راح احصل مقدار الاي مقدارها 8% مباشره. هذا المثال هو نفس المثال ايضا السابق، ولكن هنا أنا يطلب ما هو القيمه المكافئ الاقتصادي للبريزنت اذا كان عندي فيوتشر مقداره 3000. يعني لاحظ نفس السؤال يطرحه بثلاث صيغ، مره ما هي قيمه الفيوتشر اذا كان عندي بريزنت ومقدار انترست مقداره 8%، او مره اخرى يقول انا عندي بريزنت مقداره 2042 وعندي فيوتشر مقداره 3000، فما هو متى يصبح الفيوتشر مكافئ الى البريزنت، فاذا معناته احسب قيمه اي، او انه يطلب من عندي في هذا المثال ما هو المكافئ الاقتصادي للبريزنت اذا كان عندي الفيوتشر بمقدار 3000، اف 3000 ان 5 والاي هي مقدارها 8%، اذا انا راح استخدم نفس الفورمولا مالت الاف تساوي بي 1 زائد الى اي ان، او نسميها المعكوس، فاذا البي راح اعكسها الفورمولا فاقول بي تساوي اف على 1 مقسومه على 1 زائد اي ان اللي هو سالب ان، او هذا اسميه الكونفرت، هذا يسمونه كونفرت فاكتور، ممكن استخدم الجداول اللي هو بي الى اف فارزه اي ان، واعوض الاي هنا عندي 8% الان 5، اروح الى جدول الفائدة ل 8% ولسنة N مقدارها على سبيل المثال 5، وأروح إلى العمود اللي هو present والعمود الثاني اللي هو present بوجود الفيوتشر، وأعوض راح يطلع لي هذا الرقم، وبالتالي أقدر أحصل على قيمة present. هذا طبعا بس مجرد هنا مخطط يراويني بعد مرور 5 سنوات أبقى أني أنتظر السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى وصول إلى الرقم 5. طبعا هنا أنا جاي أعوض مرة إذا مرت N مقدارها 1، هنا N مقدارها 2، هنا مقدارها 3، وهكذا إلى أن أوصل إلى رقم 5 N تساوي 5. الآن عندي example 3.2 اللي هو نسميه مكافئ المبلغ المقطوع. هنا أنا طبعا هنا نعتاد على هذا المصطلح الاقتصادي يسمونه equivalence of lump sum، اي مكافئ المبلغ المقطوع. طبعا المبلغ المقطوع شلون؟ راح ناخذ هذا المثال ونعرف شنو معنى اللام سام، اي مجموع ما عندي من تاثير للاي انترست على سبيل المثال للقيم لفتره زمنيه معينه. فالان طالب من عندي احسب الايكوفلنت، طبعا راح يسميه ايكوفلنت لام سام للمقدار هذا اللام سام عند سنه معينه، مثلا يعطيني مخطط تدفقي ويطلب لغايه 3 سنوات مثلا وبفائده انيوالي مقدارها 10%، ولكن هو محدد لي على سبيل المثال عند السنه الثالثه. في المثال راح يعطيني لمده 5 سنوات، وهو طالب مقدار اللام سام عند السنه الثالثه فقط. فأنا حتى أحل هذا السؤال راح أجزئ السؤال إلى جزئين. أول مرة راح أقول له أوجد مقدار الإكوفلنت سام بيمنت عند الأول 4 سنوات، عند الأول 4 سنوات اللي هو عند رقم N3، فأنا عندي معناته عند السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة، فأشوف بعد A اللي هي 100 ل 80 ل 120، إيش قد بعدهم عندي 3 مبالغ 3 قيم هنا أنا تختلف عن تبتعد عن السنة رقم 3 السنة الثالثة، فإذا أحسب الفاليو مالتها، فأقول الفاليو مالتها هي عبارة أطبق قانون الفورمولا مالت الفيوتشر 100 هنا، لأنه أنا راح أحسب عند السنة الثالثة، فإذا السنة الثالثة راح تعتبر هنا بالنسبة لي فيوتشر، فأقول 101
زائد m point one مرفوع إلى شقد بعدها one two three فهي بعدها 3 سنوات زائدا من 80 شقد بعدها 1 2 فإذا مقدار ال n مقدارها 2 وال 120 شقد بعدها عن السنة الثالثة فأقول 120 واحد زائد m point one مرفوعة إلى 1 مقدارها 1 زائدا طبعا المبلغ عند 150 نحن البعد n تساوي صفر n تساوي صفر ما أحتاج أن أطبق لمن الفورمولا مع التلفيوشر أجمعهم رح يطلع لي 511.9. الآن نفس الكلام الخطوة رقم 2 هو إيجاد الإكوفلنت سام بايمنت للمتبقي من السنوات عند الـ N تساوي 3. أرجع إلى الجهة الأخرى، الآن ما بعد الـ N تساوي 3 فعندي 4 السنة الرابعة والسنة الخامسة، الآن أنا رح أنظر بشكل عكسي، الآن بشكل عكسي، الآن أصبحت القيمة عند الـ N تساوي 3 هي تعتبر قيمة present وهذول بالنسبة لي يعتبرون قيمة future، وبالتالي رح أطبق معكوس الفورمولا اللي رح تكون رح أسميها باسم V2 بحاصل جمعهم اللي هي الـ 200، هذه الـ 200 تبعد بمقدار سنة واحدة عن N3 وأقول 1 زائد N.1 مرفوعة إلى سالب 1 والسنة الثانية تبتعد عن المئة تبتعد عن الـ N3 101 زائد N.1 إلى سالب 2 فهي تبتعد بمقدار سالب 2 طبعا هنا عكس ما موجود وراح يطلع لي الرقم هو 264.46. بالنتيجة النهائية راح أجمع الفاليو V1 زائد V2 وأطلع التوتال equivalent at N3 وراح يطلع لي 776.3. بس شباب هنا تراعون هاي الإشارة هنا سالب 1 وهنا راح تكون بعدها سالب 2.